فرق قريب فوق الارض بنتصارع بنتقاتل على ملكها واحنا اصلا مش فوقها احنا عايشين تحتها فوق الارض بنتصارع بنتقاتل على ملكها واحنا اصلا مش فوقها احنا عايشين تحتها صور في الألبومات كم واحد ألبومات كم واحد فينا فات على جرح غيره داس فكل فين وفين لما بيتفقوا اتنين علشان المخلصين قل عددهم خلاص يا دوب مالهاش كتير فيها شر وفيها خير ليه ناس بايعة ربنا فرج قريب ربنا فرج قريب. نتحدث في هذا اليوم أيها الأحباء عن حياة المحبة التي بدونها لن يرى أحد المحبة التي بدايات النابعة من القلب ونحفظ وصاياه وهكذا قال الرب حينما نحفظ وصاياه فهو يحمينا ولا نخطئ احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم صلوا من لابد أن نقدم الحب محبة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حرمك جمعا ان شاء الله كنا قبل الصلاه بنتكلم عن المجموعه اللي قبض عليهم هم قبضوا على ثلاثه من اعمامنا خال جابر واخوي مساعد ما بنعرف ليش خدوهم او وين ما كان ولا حتى عارفين ان كانوا عايشين او ميتين مساعد قبل العمليه الاخرانيه كان قلقان يحضروا بيه وهيهم عملوه ما تلاقوش هم اكيد عايشين النظام مش غبي عشان يضحي بيهم ويضيع ورقه الضغط اللي بيضغط بيها عليكم بصوا يا شباب زي ما النظام بيضغط احنا كمان لازم نضغط ونعملهم بنفس الطريقه
بس هالشي ممكن يعطل المفاوضات الافراج عنهم. لو الرد كان غلط وارد ده يحصل، لكن لو كل حاجه اتنفذت بالحرف الواحد كل حاجه تبقى تمام. ازيك يا مساعد؟ علي باشا، اهلا وسهلا، اتفضل. طولت الغيبة يا راجل، قلت للمثل. فيك الخير يا باشا. طب ما انت زي الفل اهو وعايش ومتصل بالعالم، امال اخوك بيقول عليك ممسوك ليه وعاملك شهيد؟ معلش يا باشا، عجله على جده شوية. فاكر لما تهرب مش عارف اجيبك؟ ده انت من رجالتي يا مساعد. مضبوط يا باشا. قوم اجهز علشان في شغلانه ما يعملهاش غيرك. ايوه حاضر، بس من غير بس. حاضر. انتم مواطنين في البلد دي، ليكم حقوق وعليكم واجبات. حمايتكم وتأمينكم ده دور الدولة مش دور حد تاني. يا ريت الكنترول يقول لي لو مساعد وزير الداخلية بقى معانا على التليفون ولا لسه. أتمنى إنه يبقى معانا يعني. وبعدين يا أستاذة ليلى، إحنا دايماً بنقول وبنحذر وبنطالب بتجديد الأمن على الكنايس، لأن مش دي أول مرة يحصل علينا اعتداء زي كده. لكن يبدو إن وزارة الداخلية مصدقة إن إحنا عندنا أسلحة مخبينا، وقالت لك هم يحموا نفسهم بنفسهم. يا فندم، أنا عايز أوضح لسعادتك نقطة. من إمتى إحنا بنوضح أو بنتناقش في المكالمات؟ أنا بكلمك المكالمة دي استثنائي، لأن عارف أنت إيه، وعارف كويس إنك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وأنت عارف نهايته كويس. مفهوم، مفهوم سعادتك. بنشكر الباحث والمفكر القبطي روبير رزق الله. شكرا شكرا. خليكم معانا، راجعين بعد الفاصل. ابعتي لي ليلى المحقوق. لسه ما جاتش يا فندم. اول ما تيجي ابعتيها لي بسرعه. تحت امر. الو. ايوه يا علي، كنت بقيت فين امبارح؟ بابي سأل عليك. في الشغل. اه بتتعب قوي. طب اسمع، الليله دي عيد ميلاد سليم. سليم مين يعني ايه يا علي؟ انت هتستعبط؟ يوه هتيجي. ريمان ريمان سيتشو كوزلت. نعم سيتشو كوزلت. كيف؟ كيف؟
yapacağım diye çok korktum çok. Sana söz vermiştim. İyi misin? Evet, evet iyiyim. Senin yanındayım ya şimdi. Elini tutuyorum, çok iyiyim. Alo? Surtulo? Bueno, hala. عند باب الأوضة؟ عم بسمعك. خلصوا علي. وهي جيبوا لي إياها بتصرف معها. ماشي. Seyahate gittiğin gün senden o kadar çok haber bekledim ki. Telefon bekledim, telefon edersin diye. Ama etmedin. O kadar korktum ki haber alamayınca senden. Sonra bana çizdiğin o fotoğrafa baktım, o resme. Ama o sadece resim değildi benim için. Altına yazdığın yazıyı okudum. Neredesin Rimon dedim. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Neden? Özür dilerim. Zor bir seyahatteyim. Buradasın, sen buradasın. Önemli olan benim için şimdi bu, sen buradasın. Sen iyisin, ben de iyiyim. Oda servisi mi? Oda servisi, unuttum. Burada kalamazsın. Haydi. Hadi. أنت صحيت يا علي. أنا صاحي من بدري يا أمه. رحت البلد الصبحية صحتني. بقى لي زمن مشمتهاش. يا رب كن نمت زين يا ولدي. أنا نمت نوم يمه ما حصلش من سنين. أصلني طلبت من عمك علي إن يطفي مكنة الري وما يشغلهاش أبدا إلا لما تاخد أنت راحتك في النوم. أبا والراجل أرضه تعطش يمه. إن شاء الله تبور حتى يا ولدي. المهم أنت يا حبة عين أمك تاخد مزاجك وراحتك في بيتك. ده أنا متوحشك قوي يا علي. هون يعني بشوفك كل يوم يا ولدي. معلش يمه معلش مشاغل. وانت عارف ابنكم مسؤوليات وبقى. روح روح ربنا ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه يا علي يا ابن بطني. فاكر يا علي وانت صغير لما كنت اقعد اكبس لك كده في ظهرك وكان ابوك رحمه الله عليه يتغاظ ويقول لي يا مره اللي ما عملتها لي مره في حياتك. اقول له لا علي اقول لها ثاني امي وطول ما أنا عايشة لازم أهنن وأريحه. أمال يعني لما أموت من هيعمل لك كده؟ حسك في الدنيا يا أمه. حسك في الدنيا. وحسك قبلية يا أمه. إيه ده كله يا أمه؟ فطورك يا ولدي وأكل وميتك وفوطك. بيتجهزوا لك ويقول لك لحد هنا زي زمان. انت نسيت ولا ايه يا ولدي؟ الظاهر نسيت يا امه. ليه يا ولدي؟ يا مرضك ما بتعمل لكش كده؟ بتعمل يا امه بتعمل. بس انت عارفه بنات مصر عاد ما بين شغلها والواد الصغير والوقت عندنا ضيق مش زي هنا براح. هاتها تقعد معايا شهر ولا اتنين. ده ولدك متوحشاله قوي يا علي. ده انا ما شفتوش من يوم ما اتولد يا ولدي. شهر ولا اتنين؟ ايوه يا ولدي ايوه. بقول لك ايه؟ قول لامي بتقول لك تعالي وانا ههننها واريحها وهنقش لها على كوبها كده بالحله ومش هخليها محتاجه حاجه واصله. اوه وبعدين تتبغدد علي؟ تتبغدد على ابوها لكن تتبغدد على ولدي؟ لا لا يا ولدي. طبعا كل كل يا ضنايا بالهنا والشفاء. كل يا حبيبي. صباح الخير. خير؟ انت شايفه ان حلقه امبارح دي خير؟
والله لو شايفه كده يبقى صباح الخيرات. ايه المشكله يا منى؟ كويس انك واخده بالك ان في مشكله. المشكله يا ليلى ان انا قلت وبقول وهفضل اقول ان المحطه دي ليها نظام لازم كلنا نمشي عليه، عشان لو ما عملناش كده احنا اللي هنسلم مش حد تاني. وهما بقى يا حبيبتي اكتر حاجه بيعرفوا يعملوها ان هم يزعلوا، مش كده ولا ايه؟ والله اللي يزعل يزعل، هو حر. بصي يا ليلى، الطريقه اللي انت بتشتغلي بيها دي يا حبيبتي مهنيه 100%، ما عنديش فيها اي مشكله. بس في حته صغيره كده انت مش واخده بالك منها. انا مش بس مديره المحطه يا ليلى، انا ليا شير فيها وشير كبير، وما عنديش اي استعداد ان حد يخسرها لي لو قفلوها لي. فاهماني؟ فاهماك يا منى، بس برضو عايزه افكرك ان سياسه برنامجي انا اللي بحطها. مش هقبل اي حد يفرض عليا وصايه ومن اي نوع. لو ده مش مريحك نلغي العقد، بس اظن ده برضو هيخسرك فلوس الاعلانات ولا ايه؟ السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام يا استاذ موسى. الله، امال فين رجائي؟ بيصلي بس. اتفضل ادخل يا فرغلي. خدي يا اسماء، حطي دي في الثلاجه لاحسن تسيح. حاضر. استني يا اسماء، وريني التورته دي من ايه. رجائي يعني ايه وريني التورته دي؟ هكون جايبها من المقله يعني؟ يا فرغلي، وانا تايه عن حركاتك؟ انت قلت حاجه يا موسى؟ انا يمين الله ما فتحت بقي ولا قلت اي حاجه. انت لوحدك اللي مفضوح. يا مفضوح. ايوه ايوه، بس هو فاهم ان انا مش هعرف يعني. والله العظيم المره دي شاريها من المحل. يا فرغالي، يعني مش عاملها على ايدك وجايب كرتونه فاضيه وحاططها فيها؟ ان شاء الله المره دي هيطلع طعمها قلقاش. عيب الكلام ده يا رجائي، دي كانت مره وعدت وخلاص، وانت عارف وقتها ظروفها كانت ايه. ايوه، لما رحت تطلب القرشانه منادي وكانوا هيقرطزوك يا قفلي. بس زي بعض يا سيدي، خديها يا اسماء، عيد الميلاد لسه بكره. بس لا تقلق، اوعى تقلق من اي حاجه، تاريخ الصلاحيه كده شغاله. ما دام انت هتاخدنا في 10 بلدي عايز تغلوش علينا ليه؟ في ايه؟ في ايه يا ذئب الاناضولي يا متحرش وسط البلد؟ انا؟ ايوه انت، قاعد انت واسماء لوحدكم وعامل لي بتصلي. يا راجل عيب، اتقي الله انت وهو ما يصحش. احنا برضه اللي نتقي الله برضه. طب عليا النعمه، انتوا الجوز ولا الكلب. الله الله، وانا مش عايز منكم حاجه. انت جبت الترطاية، يلا توكل على الله. انت عيب. يلا انت، احنا في بيتك. بيتي. يلا ودي الهديه اللي جايه. يلا بره. الله بره يا عبد الكلب. انت بره. يلا كده بره. كده برضه. سلام يا اخويا. كده بس ما نتاخروش بكره. ها سون خميس. بط. يا جدع ما فيش زي ده أم حديتها أبدا. شكلك كده راجع من البلد. اهي مرة كل فين وفين. هو انت بتسأل؟ ما صدقت ابو العزم قال لك خد شهر اجازة وغبت وقلت عدولي. وبعدين ابوك ما قالكش اني سألت عليك؟ قال لي. كانش ليه نفسي اكلم حد. ماشي يا سيدي. مالك؟ سليم كويس؟ سليم تمام. ده اكتر حاجة في الدنيا محسسني ليها قيمة وتستحق اعيش عشانها. في نفس الوقت برضو اكتر حاجه مأكده لي ان اللي بيحصل ده غلط يا علي. برضو يبقى لسه زعلان مني. عادي بقى، ده مش هغير حاجه في اللي حصل. ما تروق يا برنس، في عمليه وكان لازم تتنفذ زي ما اتحطت. والواد الصغير ذنبه ايه؟ لو ابني ولا ابنك دمه كان هيبقى في رقبه مين؟ في رقبتهم طبعا. كفايه بقى، كفايه بقى، ما تضحكش على نفسك. احنا خطتنا اترسمت واتفقنا عليها، غيرنا فيها، هم اللي غيروا اتفاقهم. وبدل ما يجي ابو ياسر يسلم ويستلم، بعتلنا الواد الصغير.
يبقى ذنبه في رقبة مين؟ احنا ولا هم؟ لو ابني او ابنك زي ما بتقول هتبعته مشوار زي ده؟ ما تجاوبني. كفايه كلام علي، انا بجد ما بقتش احب اتكلم معاك علشان بقنعك، وانت عارف من جواك اللي انا بقوله صح. صح؟ مساء الخير يا رجاله، اخباركم ايه؟ تمام سعادتك. اتفضل. استريحت يا جمال؟ تمام سعادتك. احب اقول لكم ان عمليه الانفاق الاخيره عملت صدى هائل. في حاله تحفز من المهربين على الجنبين، في مناوشات مع حرس الحدود، وتقريبا في اصابات منهم، في حفر متزايد للانفاق. كميه السلاح اللي دخلت واتمسكت في شهر قد اللي اتمسكت في سنه بحالها. يعني احنا باللي عملناه زود الخطر ما قللوش. جرى ايه يا علي؟ الاجازه نست صاحبك الشغل ولا ايه؟ الخطر موجود على طول. كل ما في الامر ان انتوا اللي عملتوه دوت زود حاله القلق والتوتر، وده بيدي فرصه للنظام لفرض سيطرته على البلاد، وفي نفس الوقت بنبعت رساله للعالم الخارجي ان احنا مخترقين ومهددين على طول، وفي نفس الوقت بيدينا الضوء الاخضر لاي ممارسات او سياسات نحب ننفذها جوه البلاد، وبنفس الوقت بيضمن لكم حماية كاملة، يعني أكتر من هدف وبطلقة واحدة. استعديتوا للعملية الجاية ولا لأ؟ جاهزين سعادتك. محتاجين بس ساعة الصف. أحب أسمع خطتكم الأول وبعدين نتكلم. يا خالته لو أعرف رضا فين كنت أستريح، عاوزاهم يقولوا لي أي حاجة، لكن الحيرة اللي أنا فيها دي صعب. وصعبة قوي كمان. عارفة يا بنتي، والله عارفة وحاسة بيكي. ربنا ما يكتبها على حد. يا روبا، اللي حصل لرضا ده حصل لناس زمايلنا قبل كده، وما بيخرجش على احتمال واحد، انه مقبوض عليه وممسوك في امن الدولة في اي حتة تبعهم وبدون اي سند قانوني. ايوه يا ليلى، انا فاهمة ده كويس، وكمان كنت متوقعة ان يجراله كده، بس عاوزة حد يأكد لي على ده. احنا بنتكلم في أكتر من شهر، يعني عاوزين منه ايه وبيعملوا معاه ايه كل ده؟ انت مش قلتي أكتر من شهر؟ في ناس بتوصل معاهم الحكاية لسنين. يا هاني عليك يا ابني، أنا كان قلبي متوغش من آخر مقالة كتبها في الجورنال. ربنا يستر يا طنط. المشكلة إن كل ما أروح لحد يقولوا لي لسه ما جالناش معلومات، لسه بنعمل تحريات، أنا خلاص مش قادرة أستحمل. له رأي خاص، فهو صاحب نظرة متفائلة. بصي، إحنا لازم نشوف حد يساعدنا نعرف رضا محبوس فين وليه. أكيد طبعًا. حد زي مين؟ لأن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم. يعني لو قلت لحضرتك عدد المعتقلين على مدار السنين اللي فاتت دول كام؟ وكانوا بيعملوا إيه مش هتصدق. ما تحاسب يا جدع انت. في ايه؟ هو انت بتخافش عليا زي ما بخاف عليك؟ واحنا مش متفقين نفضل طول عمرنا مع بعض؟ كيف ايه؟ عايز تروح المستشفى وتقعد حقن غصب عنك في البيت لوحدي؟ لا. ما تخلي بالك من نفسك. وهات بوسك. تعالى بقى اشوف جبت لك ايه. يلا يا ولاد. بابي ايه دي؟ لما نطلع فوق هتفتحها وانت تعرف. ايه بابي؟ يلا. البير تعالى يا حبيبي، كل حاجه. ما وحشكش اكل ماما؟ طبعا وحشني يا ماما. تعالي انت اقعدي معايا، انت وحشاني اكتر. وانت كمان وحشتني قوي. الغيبه المره دي طولت قوي، كنت خايفه احسن اموت من غير ما اشوفك. بس بسلم عليك يا ماما، ما بتقوليش كده. قول لها ان انا حبيتها قوي من ساعه ما دخلت عليا امبارح. مارلين حاضر. مارلين، مارلين تعالي تعالي اسمعي ماما بتقول ايه. بتحبك قوي ماما. وانا كمان يا تاونت حبيتك كتير. انت كتير مهضومه. طب تعالي بقى كلي حاجه حلوه، لا هتلاقيها في لبنان ولا هتلاقيها في امريكا. تعالي دوقي اكل امي بقى. ومرتين بابا وجو. جو خرج راح المطار علشان الشنطة اللي ضايعة، اتصلوا بيه وبابا نزل اشتري حاجة من تحت. قول لي الأول أنت عامل إيه؟ أنا الحمد لله كله تمام. احكي لي أنت بقى، أخبارك إيه؟
يا حاج عشان خاطري بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. دي واحده راميه ابنها من زمان وكلنا عارفين الكلام ده. عايزني اكلمها عشان تقول للواد كل سنه وانت طيب. يا ابني ما بقولكش انت اعمل كده، انا اللي هعمل كده. وليه يا حاج اصلا؟ قوموا يا ابني. وانا بقوم. ومكفي عن كل حاجه. وانت ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا رب. ده انت اللي علمتنا الحنيه ما بتتشريش. عندك حق يا ابني. انت برضه معشر اكتر وعارف. انساها بقى خالص والنبي. انسى ان في واحده اسمها فريال دخلت حياتنا من اصله. انا هدخل انام ساعتين. يا سليم سليم. نعم بابا. انا هنام ساعتين وصحيني. اوكي. كيتو كيتو هي ساعتين يعني ايه؟ حابب اقول لك انا حابب اقول لك. مش عارف يعني ايه ساعتين؟ يعني ايه؟ يعني تلات ساعات. اهلا. ايه النور والجمال ده كله؟ ميرسي. اتفضلي. والله كان عندي اجتماع مهم قوي بس لغيته اول ما عرفت انك وصلتي. اجتماع اهم مني يا كومي. طالما لغيته يبقى انت اهم حاجه عندي. دلوقتي بقيت مهمه بالنسبه لك مش كده؟ ابقى راجل كذاب لو قلت لا. في حد في الزمن ده بيلاقي البنوره المسحوره. تقعد قدامه تحكي له حواديت واسرار وسبحان الله كلها حقيقيه ومن غير ما تطلب منه اي حاجه او تكلفه اي شيء. شفت ازاي؟ بس ده مزعلني قوي لانك كل مره بترفضي الهديه. ويا ترى بقى ده مزعلك ولا مقلقك؟ ما اخبيش عليكي الاتنين في بعض. حاكم ما فيش حد في الزمن ده بيدي من غير ما ياخد واللي اديتيهولي كتير قوي يا فريال. طب اسمع بقى البنورة هتقولك ايه المرة دي وبعدين نتكلم. مدد يا بنورة مدد. الخواجة فيكتور ارمانيوس تسمع عنه؟ اه. مش ده اللي عنده 900 متر بنا في أرض الشريف؟ كان تقريبا في خناقة بينه وبين الورثة والبنك وقصة كده، ماله ده؟ البنك مستعد يتنازل ويطلع من الحدوتة خالص. مقابل كلام فارغ. 10 12 مليون. الأرض تساوي ولا 50 مليون. طب والورثة؟ تعيش أنت. أبوس البنورة. فاكر أول مرة جيت لك فيها يا كومي وما كنتش عايز تقابلني؟ ما خبيش عليكي اللي قابلين قالوا اللي ما عرفك يجالك وهدينا بنعرف بعض وكل مدى بنقرب أكتر. بس قالوا كمان تعرف فلان عشرته يبقى ما تعرفوش. أنا عرفت عنك كل حاجة من أول يوم دخلتي عندي مكتبي. متزعليش مني. ده سوق ولازم أحرص. بس اللي عرفته ما كفانيش. فإيه رأيك نعرف بعض للآخر وبشرع ربنا؟ قلت إيه؟ قلت نتعرف يا كومي. اتفضل يا سيدي. ودي كمان يا جدو. لا دي كمان ايه؟ انا نفسي اتقطع بقى يا سوري. روح لعمك موسى. يا موسى سيب الفرجه على التلفزيون دلوقتي وتعالى انفخ البلالين دي. يا سيدي وانا فيا نفس للنفخ؟ اديهم لفرغالي ينفخهم لك. بقول لكم ايه؟ حلوا عني انا بدوخ من نفخ. معقوله كده؟ الصحه في ايه؟ تعالى يا ابو صحه انت انفخهم يا اخويا. لا يا باشا انا ماليش فيه خالص ده. طيب لما بابا يصحى هينفخهم لك هو. يوبا يا جدو. خلاص وحياك جدو ما تزعل. بقول لك ايه؟ اديهم للواد بتاع البوتيك تحت وقول له جدو بيقول لك انفخهم لي وهاتهم جاهزين وانا هحاسبه عليهم. حاضر. يلا بالسلامة. بقول لك ايه؟ صحي باباك قبل ما تنزل عشان الساعتين خلصوا. بابي بابي بابي. بابي بابي. يلا يا بابي ساعتين خلص وانكل اشرف مستنيك بره. ماشي يا حبيبي انا صحيت خلاص روح انت. اوكي. علي يا علي. قوم يلا هنتاخر على عيد الميلاد. روح انت وخدي له لعبه معاكي وخلاص. هو انا بقول لك عشان تقولي اعمل ايه؟
قوم يلا البس هدومك بسرعه. وانا عندي شغل ومش هينفع اسيبه واروح. طز في الشغل. ده عيد ميلاد ابن صاحبك وانا قايله لك من الصبح، واظن شكلها هيبقى وحش قوي لو انا رايحه لوحدي وانت مش في ايدي، ولا انت شايف ايه؟ وانا حبيبتي لو سمحتي. خلاص يا علي ما تجيش، انا رايحه لوحدي. ماشي هخلص اللي ورايا وحصلك على طول. قلت لك ما تجيش. وانا حبيبتي قلت لك ما تجيش يا علي، هي كلمه واحده، بدل ما اخلي شكلك وحش قدام الناس. اتفضل. شكرا يا اسماء. ازيك يا اشرف؟ اهلا يا اخويا. اخبارك ايه؟ يا عم انت بتسال. والله مشغول يا اشرف. الدرجه دي يعني؟ اسال علي وهو يقول لك. يا عم علي مين؟ هو علي ده صاحبي اصلا، هو انا بشوف اللي معاك. طب قول لي بقى، اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله زي الفل، ساعة ما فتحت المكتب والدنيا حلوة. شايفك عمال تطلع في التلفزيون، مولعة انت عامل لي فيها نجمة ها؟ اوعى. طب ايه مش ناوي تسافر تاني خلاص؟ لا عم خلاص، جبنا الشهادة وشكرا، وبعدين كل ما اسافر وارجع الاقي الحالي محلوطك. هوبا الضحكة دي عارفها. قول لي مين؟ لا ابدا يا عم مفيش أي حاجة. يا تقول يا ابن العشر. هقول لك بس ما تقولش لحد. ماشي. بصراحة معايا حتة كده في الهادي. أيوة مين يعني؟ أسماء. أسماء مين؟ أسماء أسماء. أسماء؟ تصدق إن أنا عيل الحمار اللي قاعد معاك. هروح أشوف أبوك بيعمل إيه. ازيك يا منى؟ هاي أشرف. أهلا يا منى، أنت هنا؟ أنا هنا من زمان. ماله ده؟ أهو يعني بشتغل شوية. ويا ترى هتفضل تشتغل الناس كده كتير؟ امال علي فين؟ ما جاش معاكي ليه؟ بيقول عنده شغل. وانت طبعا مش مصدقاها. تفتكر هتفرق يعني اذا كنت اصدق ولا لا؟ لا. يا منى علي بيحبك، حاولوا تظبطوا حياتكم شويه، غيري طريقتك معاه. طب ما انا حواليا ناس كتير بيحبوني ومتعودين على طريقتي، يبقى اتعب نفسي ليه بقى واتغير؟ بعدين تفتكر واحد زي علي يستاهل؟ ما اعتقدش. يلا يا اولاد اخرنا، الولاد عايزين يناموا، يلا عشان نطفي الشمع. هابي بيرثداي تو سليم، هابي بيرثداي تو يو. مالك ليه؟ سليم سليم مالك يا سليم؟ حضرتك قلت ان دي مش اول مره تحصل له الازمه. جات له قبل كده والدكتور كتب له على بخاخه. انا شايف ان صدره مقفول تماما وده مؤشر مش كويس. وبعدين الافضل ينتظر معانا هنا ال 24 ساعه. انا مش عايز تقلب معانا بحاله مزمنه، وان شاء الله هيبقى كويس باذن الله. قريبة كل شوية تقعد تجيبنا في المستشفيات ولا ايه؟ ما تخافش بكرة تخف وتلعب وتتنطط وبقى زي الفل ان شاء الله. عايز ايه؟ عايز ابوسك. الحمد لله على سلامة سليم. عزمي قلقان من ناحيتك، حاول تطمنه. هو كلمني وقلت له ايه؟ اقول له يعني؟ قلت له تمام. تمام؟ طريقة كلامك بتقول انه مش تمام خالص. في ايه؟ حسسني كأنها أول مرة. يا ريت الزمن يرجع بينا وتبقى أول مرة. أكيد كنت هرفض ومش هعمل كده. ترفض؟ بص يا صاحبي، كل واحد فينا بتيجي عليه لحظات بحس انه لازم يراجع نفسه، ده مش عيب بالعكس ده كويس جدا، بس المهم تعمل ده امتى؟
الوقت اللي انت اخترته مش صح يا صاحبي. كمل وبعدين راجع نفسك. يا اخي يا اخي بطل بقى لما تكلمني تكلمني بلسان ابو العزم. تقعد تسمعلي في الكلمتين اللي مالي بيهم دماغك. اتكلم معايا علي. علي صاحبي. علي اللي بيفهمني واقف في صف على طول. على فكره ابو العزم غير ساعه الصفر. بقت معقول دقيقه في السنه الجديده. احنا نضربهم هم بيصلوا يا علي؟ في ايه يا صاحبي؟ في ايه؟ اوعى تفتكر انك مرضي عنك كده. انا ادم منك وياما لميت من وراك كتير ولحقتك من غير ما تعرف. وانا ياما لميت من وراك كتير من غير ما تعرف. بس لو نحسبها كده علي عمرنا احنا الاتنين ما كنا نتقابل في سكه واحده ابدا. فكر فكر يا اخي واحسبها صح بقى. ناوي على ايه دلوقتي؟ اكيد انا مش موافق. اللي انتوا بتعملوه ده جنان. روح قول له كده واتكلم عن نفسك بس. وانا زي ما قلت لك انت خلاص مفيش فايده من الكلام معاك. انت واحد ما بقاش عنده قلب علي. متشكرين يا سيدي. هعتبر ده مدح على فكره. والاخر مره بنصحك ده شغل. زي ما في ناس بتعمل شغلها احنا كمان بنعمل شغلنا. وان كان حصل او هيحصل غلط فده وارد. اوعى تخليه ياثر عليك. انا شفت حاجات تخوف اكتر من كده. يمكن انت شفت حاجات تخوف اكتر من كده بس عمرك ما حسيت اللي انا حسيته. يلا بقى سليم التورتايه مستنياك زي ما هي. ما حدش جاي جنبها. مين اللي هياكلها دي يا وحش؟ انا بابي بس. وجده اللي اتقطع نفسه والنفخ البلالية. ماشي يا سليم. ماشي وجده بس حته صغيره قد كده عشان السكر. يا حبيب جده انت يا اللي خاف على صحتي. تمام حاجة مفيش حاجة بس كنت احتمال اسافر كده يومين شغل. احتمال ولا مسافر فعلا؟ لا مسافر بس عايزك تخلي بالك من نفسك ومن سليم. اوعى يا حاج اوعى فريال تيجي تقول لك هاخد سليم تدهولها. ما تقلقش يا حبيبي سافر انت بالسلامة وما تشيلش هم. بس يا حاج. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. انتي اللي جابك هنا؟ ابني وجاي ازوره. ابنك؟ دلوقتي لما بقى في المستشفى بقى ابنك؟ من حقي ان انا اشوف ابني في اي وقت وفي اي مكان. بقول لك ايه؟ شويتين دول ما تعملهمش عليا انا. انا مش عايز اخليك تشوفيه مش هخليك تشوفيه وانت عارفه كده كويس. ده كان زمان فعلا. ماشي بكره نشوف يا فريال. سلام الطيبة يا فيفي. اهلا اخبارك ايه؟ احسن منك ده اكيد. انت زي ما تقوليش ان سليم في المستشفى. انت عارفه بقى المشاكل العائليه اللي بيني وبين جمال دي انا ماليش فيها. وبعدين عشان اتدخل محتاج توكيل رسمي. ايه اللذاذه دي؟ يا ترى بقى اللذاذه دي من الدرينكين اللي انت شاربهم فعدلين لك دماغك ولا اتعلمت الخفه من صاحبك؟ لا عشان اتعديت من صاحبي. لو ليلي صحيح هو انت وسعد الكومي هتتجوزوا فعلا؟ الله ده انت ماشي متلم اخباري بقى خالص. اخبارك ما تهمنيش. انا يهمني اخبار سعد الكومي. انا وسعد كتبنا كتابنا خلاص يعني عشان تبقى تزودها على اخبار اللي عندك.
طب والله ألف ألف مبروك. ويا ترى بقى عارفة إنه كان متجوز مرتين وعنده ولاد. عايز حاجة تانية؟ طب والله تمام. ألف مبروك. مساء الخير يا كوميدي. ازيك يا متر؟ ازيك؟ استأذنكم. وحشتني. وأنت كمان. وانت طيب. وانت طيب. اديني سجارة عشان السجاير خلصت. منى اديني سجارة. بقى بساتي حلوه هابي نيو يير قوي. طبعا انت اول واحده لازم تيجي تحتفل بالنيو يير عشان ده اول يوم في عمرك من ساعه ما عرفتي البيت. ولا ايه يا اشرف؟ عارفه ليه؟ عشان انت ولا حاجه. انت اصلا كلك على بعضك كده ولا حاجه. كومي اتصرف. يلا منى كفايه كده. ايه يلا منى ما تبوظيش الليله. انت مالك انت يا باظ الليله؟ ايه هي اصلا بايظه وانتوا كلكم بايظين. انا اسف يا جماعه معلش. يلا انت كمان بايظ. يلا امشي دلوقتي. بس بقى شكرا قوي. Thank you.
ربنا فرجه قريب، ربنا فرجه قريب.